السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بوسو في فيديو جديد من فيديوهات القناة. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مشروع، الأول مشروع في الباش سكريبت، إن إحنا هنقيس العمر بتاع الشخص من المستخدم، بمعنى إن المستخدم هيدخل العمر بتاعه أو السنة اللي اتولد فيها، إحنا هنحسب له العمر بتاعه بالسنوات. هنفتح كده النوت باد بلس بلس بتاعتنا، نمسح ده كله. أول حاجة هنعملها إيه؟ هنقول إيكو، هنطلب من المستخدم او عادي ممكن تخليها بالباش سكريبت، مش لازم ايكو ست مثلا الاي، لا مش لازم ايه، ست بي سلاش بي ايج. طبعا احنا هنعمل متغير ادخالي، انتر يور مثلا انتر يور بيرث داي. طبعا هو يدخلها هنا كده كده. احنا هناخد متغير من المستخدم البيرث داي بتاعه، اليوم اللي هو السنة اللي هو اتولد فيها، او بيرث يير، بيرث يير السنة اللي اتولد فيها. هنحولها بقى لقيمة عددية عشان نعدل عليها. هنعمل ايه؟ هنقول ست سلاش ايه ايدج، برضه احنا بنعدل في القيمة عادي جدا مفيش أي مشاكل. هناخد كده ايدج. هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل متغير تاني، ده اللي هو هنعمل فيه العملية، ست ايه بتساوي الريزولت، ريزولت الناتج ري ريزولت بتساوي الايدج الجديدة بتاعتنا بعد التحويل، او خليها كده 2000، يبقى 2018 ماينس ناقص الايدج. بعد كده هنقول ايكو اطبع. خلي بالك هنا انت ممكن تعمل مسج بوكس للمستخدم، يعني مثلا بدل ما تقول ايكو نطبعها كده هنعمل ايه؟ هنعملها كده في ملف تكست، هتاخد النص ده كده كوبي، هتلاقيه في الديسكريبشن تحت في الوصف بيست. هتيجي هنا هتحط المتغير، المتغير بتاعك هنيجي هنا تبقى ريزولت، او تبقى يور ايج از وريزولت كنترول اس. كده احنا هناخد قيمه من المستخدم نحولها لقيمه عدديه، بعد كده هنعمل ريزولت 2018 السنه دي ناقص البيرث يير اللي هو دخلها، مثلا مولود 1900 2000 بقى اي كان الموضوع. بعد كده مسج يور ايج از ريزولت النتيجه، ونعمل كنترول اس كده. نفتح السي ام دي بتاعتنا نحطها هنا، انتر يور بيرث داي هنقول مثلا 1980 زي ما نشوف يا جماعه، يور ايج از 38 سنه، طرح 2018 من 1980 يور ايج از 38. طب افرض بقى ايه هو المستخدم مثلا ايه يعني بالعربي كده بيستعبط، بيدخل مثلا تاريخ مثلا 2016 مثلا او 2017، هنعمل في الحاله دي كده احنا محتاجين نقوم البرنامج بتاعنا ان هو ذكي، نخليه ذكي، ذكي كفايه ان هو يفهم ان المستخدم بيستعبط عليه ازاي. عن طريق مثلا هنعمل داله لوب، او مثلا نخليها مثلا ال، او مش لازم ال، نخليها ام ام ايكو ار يو كريزي، كريزي بعد كده جو تو اي او اف. نعمل كده دالة بعديها، نعمل كده دالة بعديها عشان نتجاهلها دي، جو تو مين، جو تو اي او اف، هنعمل كده جو تو مين عشان ما يحصلش مشاكل. بس دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هو دخل دلوقتي الايدج، هنقول اف الايدج اللي هو دخله، ايدج دخله مثلا ايه اقل من او اكبر من، بيقول الجريتر ذان، نعمل كده اف هيلب اف
نقول جريتر زان او ايكوال جي جي اي كيو جي اي كيو 2018 هنقول له جو تو ام ام كده. لما يلاقي ان الايدج بتاع اللي هو دخله المستخدم اكبر من او يساوي 18 هروح هنا ايه ار يو كريزي مان ار يو كريزي انت عبيط يعني بالمعنى الاصح. بعد كده هينهي له البرنامج خالص ان هو كده ايه دخل قيمه غير صحيحه. هنقول له ايكو يو انتر ا ميستيك فاليو. بعد كده ينهي له البرنامج. طبعا انت ممكن ترجع تاني لو انت عايز برضو نعمل هنا علامة مثلا جي جي خد بالك هنقوله هنا ايه جو تو جي جي ونمسح جوتو ايه او اف دي هتتلخبط دلوقتي خلي بالك اوعى تتلخبط. جو تو مين هو لو لقى الاف دي مش الشرط ده مش متحقق كده يعني هو كتب قيمه صحيحه هينزل دلوقتي سيت مسج يور عادي يطبع الرساله. بعد كده جو تو مين يعني هيتجاهل الام ام دي ينزل للمين على طول وينهي البرنامج. لكن لو دخل قيمه مش معروفه هينزل هنا هيقول له جو تو ام ام. بعد كده الام ام دي هتطبع له ار يو كريزي او يو انتر ميستيك فاليو. بعد كده يرجع تاني للجي جي. ممكن احنا ممكن نحطها هنا برضو لو هنشوف نحط الام ام هنا كده لو حطيناها هتصدق ممكن نحطها تصدق كده كوبي بيست ولو لا دي بتس اكبر من دي كده يرجع تاني ممكن والله والله ممكن ينفع والله ممكن. هنقول له برضو اف الايدج بتاعنا احنا قلنا ايه هنا جيك ننزل هنا كده نشوف ايه لو هو اقل من لسن اقل من لسن اور ايكوال يبقى لك 2018 نعمل كده علامة تحت مين هنا المين تعمل جو تو اي او اف عشان تنهيها خالص. لو الايدج اقل من او اكبر اقل من 18 سنه مثلا لو هو اقل من 18 سنه هنعمل ايه لو هو مثلا اكبر من ايه لو هو اكبر من 2016 مثلا يبقى اف 2 3 4 اف لو الايدج اكبر من 2016 او بتساويها greater than or equal جيك احنا كتبناها فوق اصلا 2000 مثلا و17 سنه يعني مش محتاج ان انت تعمل البرنامج بتاعك تستخدم البرنامج بتاعنا استحت هنقول له ايكو ار يو كريزي برضو ناخد دي كده بيست واحد اتنين تلاتة كده هو هيخلص لو لقاها كده اللي هي اقل من 18 ولو لقاها اكبر من 17 او بتساويها ايوه انتر مستيك فاري بيرجع للجي تاني ياخد منك قيمة تاني. هنعمل كنترول اس ماشي نجرب كده سي ال اس نجرب كده ندخله 2000 مثلا و17
ار يو كريزي يو انتر ميستيك فاليو، بيطلب مننا تاني ان احنا ندخل نفس القيمه تاني، ان احنا دخلنا قيمه غلط هندخل له مثلا ايه 2020. ار يو كريزي برضو دخلنا قيمه برضو كبيره، هندخل قيمه تاني مثلا نقول 2010. زي ما انت شايفين طبعا يور ايج اس 8. البرنامج نجح، البرنامج بقى ذكي كفايه ان هو يفهم المستخدم ان هو دخل قيمه غلط او حاجه، هنقول له اوكي. وبس ده كان درس النهارده يا جماعه، وارجو ان الدرس يكون نال اعجابكم. هتلاقوا طبعا السورس كود بتاع البرنامج ده بتاع السكريبت ده هتلاقيه في تحت في الديسكريبشن في الوصف، او مش هحطه في الديسكريبشن عشان ما يتلخبطش في عشان الحاجات دي ما تروحش، برضو ممكن احطه في تكست فايل وانت تحمله. بس ان شاء الله لو ما لقيتش اي اخطاء في الديسكريبشن هحطه برضو. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.